السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اتكلمنا بالتفصيل عن كود ايزو 19650، وفي مقالة مكتوبة بالتفصيل عنه في عدد بماربيا اللي هيصدر قريب ان شاء الله. بس انا حابب اتكلم على الجانب المظلم. شايفين الابتسامة؟ الابتسامة دي يعني حاسس ان في حاجة مظلمة جاية. هو يعني هو عبارة عن تطوير من كود بيس 1192، وحتى الآن صدر الايزو 10650 الجزء الأول والتاني، ومخطط ينزل التالت والرابع والخامس. هو تطوير برضو من البي اس 1192، تعديلات بسيطة، تعديلات لصور، تعديلات لبعض الأسماء. يعني اللي اشتغل بالباص 1192 فترة حلوة وفهمه ومستوعبه، مش هيلاقي صعوبة إن هو يشتغل بالايزو 19650. لكن الجانب المظلم ان كله بفلوس. انت عارفين طبعا حاجات مثلا زي البي ام بي والليد مكلفة جدا، يعني عشان تاخد ترخيص او تاخد حاجة ليك او للمنظمة بتدفع فلوس، عشان تشتري ورقة تدفع فلوس. يعني انا حتى الان الكود اللي هو نفسه مش عارفين نجيبه، لان هو بفلوس. يقول لك اشتري كل مشروع، يعني انا بتاع لك 10 مشاريع لازم تشتري 10 مرات، ولازم كل مشروع بتدفع فلوس عليه تانية. يعني مصاريف رهيبة جدا. بعد كده نقول المشروع بيتكلف ليه؟ ما هو لازم في منظمة عربية تتولى الموضوع ده ويبقى ليها مبالغ بس معقولة. فرق العمر رهيب. واحنا اتكلمنا كذا مرة مع البي ام اي ومع اخواننا، خلوا بالكم انتوا عندكم مثلا ال $500 اللي بتدفع ديت بتدري في مصر 17 مرة على الجنيه. فرق عملة رهيب، فراعوا الأسعار. مفيش، اتكلمنا مع اوتوديسك برضه اخوانا، الأسعار فرق رهيب جدا. رخصوا الأسعار، البرامج مفيش، أسعار الكورسات مفيش، أسعار الامتحانات مفيش. والمركز نفسها بتاعة اوتوديسك الموجودة في مصر بتعاني من الموضوع دوت. فرق رهيب. فلازم يبقى في توجه مننا ان يبقى في منظمه عربيه محترمه وناس متصف فيها ويبقى فيها اشتراك معقول. فرق العمله بيخلي الواحد يشيل شعره. يعني خلينا نتكلم بصراحه وما نفنش رؤوسنا في الرمال. الكود دوت اللي هو ايزو 19650 مثال على حاجات كتيره جدا موجوده. المشروع عشان تعمل في إدارة مشاريع بتدفع فلوس للناس عشان تاخد واحد الليد سستينابيلتي، بتدفع فلوس كتيرة. وكلها حاجات بتدفع أشخاص، شركات، مشاريع. يعني بتدفع حاجة أكتر من مرة عشان تاخد الترخيص ديت. طب ليه ما يبقاش في هيئة من الدولة والدولة اللي بتصرف عليها، وفايدتها إنها بتوفر عملة صعبة بتهرب من البلد؟ ليه ما تفكرش في حاجة زي كده؟ يعني على سبيل المثال الاستدامة في كذا سيستم موجود، بس حتى الآن يعني قليل أوي مفعل. الجي سي اس مفعل في قطر بس لسه بيتطور. الاستدامة في أبو ظبي، في مصر قريب اللي هو الهرم الأخضر، في لبنان قريب برضه لسه الأرض. فعايزين يبقى في حاجة لينا إحنا، لينا إحنا. نتمنى إن يبقى في هيئات عربية محترمة، ناس محترمة تشرف عليها وتشتغل عليها. مش هدفها الربح، هدفها انها تقدم خدمه مناسبه لينا. الاكواد اللي بره في حاجات غير مناسبه لينا. الواحد لو هو بيقراها كده عادي ما ياخدش باله. بس على سبيل المثال مثلا في الليد يقول لك ايه، هتاخد نقط لو انت بنيت في قلب المدينه لاسباب ممكن نقعد نتكلم فيها، وهتخسر نقط لو انت بنيت في الصحراء او بنيت بره المدينه. ليه؟ عامل هناك حدائق وبتاع وعايز احافظ عليها. وبيقول لك ان انت لما تبني جنب خدمات هتوفر في البنزين، فاحنا هنديك نقط طول ما انت بتبني جوه المدينه، ونقط تانية لو انت بتستصلح ارض ميته او حاجه زي كده. احنا بالنسبه لنا احنا عايزين نخلي الناس تروح الصحراء، المفروض نديهم نقط لو هم راحوا الصحراء. فلازم يبقى في حاجه مناسبه لينا، لازم يبقى في شايف ان احنا ما نقعدش نجري ورا الموضه ونقعد نشتري الاكواد دي، نشتغل بالاكواد القديمه. ليه نقعد ندفع فلوس كذا مره بالدولار على حاجات مش مفيده لينا؟ يعني هم مش اذكى مننا ولا اشطر مننا ان هم عملوا كود. احنا نقدر نعمل اكتر من كود محترم، واحد واحد للاستدامه، واحد لاداره المشاريع، واحد للبيم، وهكذا. وهيئه عربيه تشرف عليه وتتاكد انها تقوى المواصفات، وتكون في شفافيه، كل المعلومات تعرض
الفلوس اللي اتاخدت قد كذا وصرف منها قد كذا وعملنا كذا ومرتبات الناس، كل حاجه تبقى معروضه بشفافيه بحيث محدش يقدر يشك فيها. واتمنى يكون الموضوع واضح.